بقى انه إلهام شاهين غيرت مبادئها وعملت تنازلات كتير عشان تحافظ على مكانتها في الوسط الفني. ردك ايه بقى على ده؟ بيقولوا ايه؟ بيقول في ايه؟ غيرت مبادئي في ايه؟ يعني انت انتقدتي في سنه 91 موضة الرقص موضة الرقص؟ موضة الرقص انتقدتي نبيله عبيد وناديه جندي ورغده فين ده؟ انتقدتهم على ايه؟ على الرقص؟ على الرقص، على انهم بيرقصوا. ما انا رقصت في افلام كتير. طب ما انا كنت لسه هقول لك بقى، بس انت بعدها بقى. لا مفيش بس كلام. في الاول انت في بداياتك ما رقصتيش. لا لا لا، رقصت. مين اللي ايه؟ طب انت كنت رافضه الاغراء؟ اول بداياتي في فيلم سيد قشطه كنت برقص فيه، وعملت مسرح. كل المسرحيات اللي انا عملتها فيها استعراض وفيها رقص. انا عملت مسرح كتير قوي، 90% منهم فيه استعراضات ورقص. طب ورقص. في قدمتي اي تنازلات عشان تحافظي على مكانك؟ لا خالص. غيرتي اي مبادئ عندك؟ كنت مش عايزه ترقصي فبترقصي، مش عايزه انا هو انا من يوم ما مش بدات مش عايزه اغراء فاضطريتي تقدمي اغراء؟ مفيش حاجه اسمها اضطريت. انا دور اللي بيعجبني ويستفزني بعمله، انا ما بضطرش. يعني الهام شاهين لا تضطر ابدا لفعل شيء هي مش عايزاه. يوم ما هعمل كده اعرفوا ان انا هموت. بعد الشر عليك. لا اعرفوا ان انا خلاص. وانا حاور مين؟ انا اجيب مين برا الحياه؟ تجيبي مين يجننك يا بصبص؟ اجيب مين يبقى صريح كده وقوي كده معايا؟ انا بحب نوعيه الضيوف دي اللي اعرف ابارزها بجد. انا في ناس بتبقى بحس ان هم يعني السيف هيبقى قوي عليهم. يعني انت مثلا يعني بنبارز بعض بقوه يعني. بس برضو انا هنتقد شيء في البرامج، انتوا بتبقوا عايزين ده. انا ما بسالكيش في حاجه ما اتكلمتيش فيها، بسالك في اللي اتكلمتي فيه. خلي بالك من اللي بتتكلمي فيه بقى بعد كده قبل ما تجيلي بكام شهر. لا لا أنا من اعمالكم سلط علي. انا بتكلم في كل حاجه واي حاجه والله. اي برنامج او اي لقاء صحفي اسالي، عمري في حياتي ما قلت لهم ادوني الاسئله مثلا قبلها عشان احضر. صحيح. انا هقول عشان كده إيه؟ بحب جدا ان انا احاورك. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. الإعلامية الكويتية مي العيدان بتقول لك احترمي عمرك واحتشمي. طب انا مش بحب الحشم. لا تستمري. طب وهي زعلانه ليه؟ انا ما اعرفهاش، مش عارفه مين مي العيدان دي. اول مره اسمع الحقيقه. بس هي مالها يعني؟ برضو ما انا ربنا هيحاسبني بقى. يعني اذا كان هي واخدها من ناحيه دينيه، انت مالك تحاسبيني ليه اني البس مفتوح ولا البس مقفول؟ دي مساله ما تخصكيش. محدش واصي على التاني. انتي لو كل واحد يعمل هو الصح في حياته، يبقى كل الناس هتبقى صح والدنيا هتبقى جميله. يعني قوم نفسك، ما تقومش الاخرين. كل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي وهو يقوم نفسه. طب انت اول مره تشوفي الكلام ده؟ لا اول مره والله. طب عمري يعني ما سمعت عليه. يعني شعورتي بايه لما لقيتي ولا حاجه؟ ما شعورتش. اعلاميه كويتيه بتقول لك كده؟ ولا حاجه، ما شعورتش باي حاجه. مش فارق معايا يعني. مش سلفيه بقى ولا اخوان؟ وماله هو في ايه؟ الناس مالها ومالك؟ هي حره. افرجي ما تحبنيش وانا مش عايزاها تحبني، ايه المشكله؟ ممكن جوه نفسي، لكن لما انا اكتب وانزل ده على السوشيال ميديا وللعالم انه سألتوا لمين كل الحاجات اللي ضد وحاطينها؟ ده طبيعي، طبيعه البرنامج. لكن انا مثلا انا طول الوقت بيجي لي اراء، ان انا يا سلام على ارائي التنويريه، ويا سلام على شجاعتي، ويا سلام على الشيء الجميل اللي انا بقدمه للمجتمع، وعلى الفن الرائع والجوائز اللي انا باخدها وبشرف اسم مصر. انا بيجي لي رد فعل تاني خالص. لكن انتوا بتلموا كل اللي ضدي وتحطوها لي في برنامج، فيبان ان كل العالم ضدي. لا هو مش كل العالم ضدي.